على بركة الله. إذا نبداو التمارين بالنسبة للجزء رقم 4، عندي جوج ديال التمارين هنا، غادي نخدم جوج ديال التمارين. صافي، غنوريك كيفاش تخدم هذا الشكل هذا. كوس 7 بي على 12، ديجا أنا بديت التمرين وكان الفيديو واقف، ماشي مشكل. كوس 7 بي على 12، سينوس 7 بي على 12، طنجونت 7 بي على 12، باستعمال المتساوية 7 بي على 12 تساوي بي على 3 زائد بي على 4. ما عطاوناش هذه نتسلفوا معاها ولا نتصوروا معاها، هذه غنوظفوها غنخدموا بها. نذكركم بواحد القاعدة اللي كنا درنا، ياك قلنا ان كوس ا زائد بي هادو هما صيغ التحويل تساوي، عندك هنا وعندك هنا بي، فرق الكوس. كوسينوس ا، درتي كوسينوس ا كوسينوس بي، صافي. هاد الزائد خاصها تولي ناقص هنا، سينوس ا فوا سينوس بي. هادي هي الصيغة ديال كوسينوس فاش كيكون هنا زائد، لان غنحتاجوها في التمرين هذا. في السؤال الاول احسب كوس 7 بي على 12، كوس 7 بي على 12 تساوي كوس، رجع لهذيك اللي قلت لك غادي نوظفوها ما نتسلفوش معاها، 7 بي على 12 هي بي على 3 زائد بي على 4، بي على 3 زائد بي على 4 تساوي، هنا غنوظفوا صيغ التحويل. القياس الاول هو بي على 3، يعني كوس بي على 3 في كوس ثانية بي على 4، تيوليو عندي 4 ديال لي، 1 2 3 4 ناقص، ها هي حيت هنا كاينه بلوس، ناقص سينوس بي على 3 في سينوس بي على 4. صاي الوغ اجي خدم معايا هنا، كوس بي على 3 هو 1 على 2، قلت لكم هذيك المرة ادري زونيو في الكوسينوس. كوس بي على 3 1 على 2، جمع 1 زائد 2 هي 3، هي بي على 3، صافي. غير في كوسينوس شوف هنايا، مثلا كوسينوس بي على 4 هي جذر 2 على 2. ديجا كنت هذيك المره كنت قلتهم في الفيديو الاخر، شنو قلت لكم؟ الا كانت جذر 2 على 2، 2 في 2 4، يعني بي على 4. في هذه ديال 1 على 2 كنديروا 1 زائد 2 3، اذا بي على 3. جذر 3 على 2، 3 في 2 6، اذا بي على 6. هادشي في كوسينوس فقط، غير في كوسينوس. دونك في كوس بي على 4 هو جذر 2 على 2 ناقص سينوس بي على 3، شوف الله يخليك، سينوس بي على 3 راه الا كان عندي 1 على 2 في الكوسينوس، الا كان 1 على 2 كوسينوس، سينوس هو جذر 3 على 2 والعكس، الا كان هذا هو الكوس هذا هو السين، والعكس الا كان هذا سين هذا كوس، 1 على 2 اذا سينوس بي على 3 هو جذر 3 على 2. راه ديجا كاينه هادشي في جدول القيم، هذاك الجدول كنهزوهم منه. في سينوس بي على 4، سينوس بي على 4 هي جذر 2 على 2، غنديروا الضرب، 1 في جذر 2 جذر مربع 2، 2 في 2 2 في 2 هي 2 فوا 2 4 ناقص ناقص جذر 3 في جذر 2 هي جذر مربع 6، 2 في 2 4. احنا حسبناها، تقدر تحط هاد 4 مع 4 خليها مقام واحد، وكتب هنا جذر 2 ناقص جذر مربع 6. هذا بالنسبه للمثال الاول، سينوس 7 بي على 12 كان هو السؤال الثاني، خاصني نستعمل صيغ التحويل. في سينوس نعلم ان سينوس ا زائد بي، ساشون كو اون سي كو سينوس ا بلس بي حتى هي غتعطيني 4 ديال الحوايج، غير هاد البلوس تتبقى بلوس، سينوس كيخليك بلوس هنا هو غيخليها، كوسينوس الا كانت عندي بلوس كدير موان، سينوس بلوس كتبقى بلوس. غير في سينوس كنديرو سينيس دو ا كوسينوس بي، يعني سين كوس. في التالي نسى نسى هادشي، هنا سينيس ا عطيه بي حق، غادي تولي كوس ا بحال كتبها، وكوس بي غتولي سين بي، قلبهم صافي كتولي سين كوس كوس سين ولا سين كوس. واخا تقلب هادو ماشي مشكل، غير باش تجيك ساهله في الحفظ، سينيس ا كوسينيس بي، سين كتولي كوس والكوس كتولي سين. دونك يوسف غنرجعوا لهاد الصيغه ديالنا، سينوس 7 بي على 12 عطاونا قبيله قال لك راه هي بي على 3 زائد بي على 4، هذه غير باش يوضحوا لينا. في التمارين الاخرى غنوليو نخدموها الروسنا، غنوريكم الطريقه كيفاش غنديروا لها. دونك هي سينوس بي على 3 في في كوس، قلنا كوس جو ميكسكوز، كوس بي على 4 ب
بي على 3 كوس بي على 4 البلوس غتبقى بلوس. قلنا هنا سينوس غنكتب هنا كوسينوس، كوسينوس بي على 3 في هنا كانت كوسينوس غتولي سينوس، سينوس بي على 4 تساوي كما قلنا قبيله كوس بي على 4 هو جذر 2 على 2، سينوس بي على 3 هي جذر 3 على 2، دونك هنا جذر 3 على 2 هي سينوس بي على 3 في كوسينوس بي على 4 هي جذر مربع 2 على 2 زائد عندنا كوسينوس بي على 3 كوس بي على 3 هي 1 على 2 سين بي على 3 هي جذر مربع 2 على 2 دونك تساوي جذر 3 في جذر 2 هي جذر مربع 6 على 4 1 في جذر 2 هي جذر 2 و 2 في 2 4 المقام عندي موحد دونك جذر 6 زائد جذر مربع 2 على 4 هذا مرافق ديال هذا. دابا بقى لينا الطونجونت، يعني غنستعملوا الصيغه ديال الطونجونت. نعاود نذكر مره اخرى لدينا اون طونجونت ا زائد بي، شنو كيساوي الطونجونت؟ هي طونجونت ا زائد طونجونت بي صافي قسمه واحد كنبدا ديما بواحد، كانت هنا زائد كنديرو هنا ناقص، والعكس كانت هنا ناقص نديرو هنا زائد، ناقص طونجونت ا في طونجونت بي يساوي هاد القياسات راه كاينين في جدول القيم كوس غادي نكتبهم غادي نرجع لهم. رجع للطونجونت، طونجونت 7 بي على 12 تساوي طونجونت 7 بي على 12 حنا عارفينها هي بي على 3 زائد بي على 4 كما كنت كندير من قبيله. الوغ دابا شنو غتولي؟ كنفرق طونجونت بي على 3 كنعطي طونجونت بي على 3 كندير زائد طونجونت بي على 4 كنزل المقام عندي واحد ناقص طونجونت ا هو الاول، يعني طونجونت بي على 3 في طونجونت بي على 4 ويكفي انني نكون عارفهم. دابا غادي نرجعوا للجدول الزوايا وغادي نلقاوهم راه ساهلين بلاتي انا نصايب لكم الجدول هنا بسرعه في لو طابلو. هو هذا لو طابلو، شوف راه ديجا حطينا فيديوهات في هذا الشيء هذا ديال الحساب المثلثي كنت مصور مع الفيت حاولوا تشوفوهم راه مازالين في يوتيوب. هنا بالنسبه للجدول راه دابا نوريكم كيفاش تخدموا عليه، راه ساهل باش تبقاو حافظين وتبقاو عاقلين عليه، ساهل وغتحتاجوه بزاف. ليسونسييل حنا غنشوفوا دابا الطونجونت، رجع لعند الطونجونت. ها هو الطونجونت هنا عندي انا طونجونت بي على 3 طونجونت بي على 3 شوف معايا انا فين حاط هنا طونجونت بي على 3 ها بي على 3 ها طونجونت، طونجونت بي على 3 هي جذر مربع 3 هذا هو اللي عندنا دابا. وطونجونت بي على 4 شحال طونجونت بي على 4 هي 1، طونجونت بي على 4 هي 1. تنخصص حصه غادي نشرح في هذا الشيء بلي ديتاي يعني جدول كيفاش تعاملوا معاه. طونجونت بي على 4 هي 1، طونجونت بي على 3 عقل عقل طونجونت بي على 3 هي جذر 3 جذر مربع 3 زائد طونجونت بي على 4 قلنا هي 1 1 على 1 ناقص طونجونت بي على 3 هي جذر مربع 3 طونجونت بي على 4 هي 1 دونك يساوي جذر مربع 3 زائد 1 على 1 ناقص جذر 3 في 1 دونك هي جذر مربع 3 وهذا هو الطونجونت. الوغ دابا غادي ندوزو للتمرين رقم 2، نتمنى انه يكون واضح هادشي. هذا ندوزو دابا للتمرين الثاني او للشكل الثاني، غنصحح هنا جوج ديال التمارين ونزيد لتمارين اخرى. انا تابع لا سيغي ديال ديما تمرين بتمرين غنحاول نخدم بزاف فيها. دونك على بركه الله التمرين رقم 2 احسب كالكولي كوس بي على 12، انا غنكتب وانا كن باش ما نضيعوش الوقت. كوس بي على 12 كوس 5 بي على 12 زائد سينوس بي على 12 سينوس 5 بي على 12 يساوي غنستعملوا صيغ التحويل. صيغ التحويل الا كانت عندي كوس كوس سينوس سينوس هذه شمن صيغه هذه اللي كاينه هنا هي لا فورميل كوسينوس ياك. دونك هنا عندنا الفورميل كوسينوس مزيان. الوغ غادي نكتبوا هي قلنا في الكوسينوس الا كانت هنا بلس خاصها تولي موان. رجع صيغ التحويل كوس ا بلس بي كتعطيني كوس ا كوس بي سينوس ا سينوس بي كانت هنا بلس فوالا هاد البلس دوفيان موان. نفس الشيء عندي بلس دونك غنكتبها نيشان مباشره هاد الشيء
راه ما هو الا كوسينوس بي على 12، هي بي على 12 5 بي على 12، بي على 12 5 بي على 12 ناقص 5 بي على 12. اش غتعطيني النتيجه؟ هي كوس بي ناقص 5 بي على 12 تساوي كوس بي ناقص 5 بي على 12 هي كوس بي ناقص 5 بي. بحال راه هي 1 بي ناقص 5 بي، بحال راه هي 1 ناقص 5 بي، 1 ناقص 5 هي ناقص 4 بي، ناقص 4 بي على 12 تساوي كوس او كوس 4 بي على 12. خاص تلاحظ واحد الحاجه، هاد الناقص زولتها، علاش؟ لان كوس، خاصك تعرف ان كوس داله الكوسينوس، كوس داله زوجيه. كيفاش داله زوجيه؟ شرحتو في لاني بروش لي زاني ديال تنت كوس ناقص اكس تساوي كوس اكس، اللي فاهم الزوجيه اف ناقص اكس هي اف دو اكس. الشرط الثاني يعني الداله زوجيه، ناقص اللي كاين عند كوسينوس كتحيد ديما كيزولها، بحال دابا مثلا عطاو كوس ناقص 3 بي على 4، راك تقدر تقول لي هي كوس 3 بي على 4 لان كوسينوس زوجي كيحذفها. اذا هي كوس 4 هي 2 في 3 بي صافي. نخليو ولا نخليوها 4؟ اش درت انا 2 في 3؟ اعوذ بالله. كوس جو ميكسكوز، هي كوس 4 بي على 12 هي 4 في 3، مشات لي هي 3 لتحت، غنختزلوا هذا مع هذا وغتبقى كوسينوس بي على 3، وحنا كاملين كنعرفوا ان كوس بي على 3 هو 1 على 2. يلا كتبتهم 1 على 2، 1 زائد 2 هي شحال؟ 3. دونك تنقول انا في دماغي الزاويه هي بي على 3. هذه عاد تكنيك، هذه فهمت، خدم بها في الكوسينوس، في الكوسينوس، في الكوسينوس، الله يرضي عليك في الكوسينوس. ندوزو للدوزيام اكزومبل اللي هو كوس، عقل هاد النتيجه راه غنحتاجوها، كوس تاني اعتذر كوس بي على 12 كوس 5 بي على 12 ناقص سينوس بي على 12 في سينوس 5 بي على 12. شنو الفرق ما بين هذا المثال الاول والثاني؟ الاول كانت زائد، هنا كاينه ناقص، سهله. هادشي كامل كيتجمع في الصيغه ديال التحويل على الشكل التالي، كوسينوس بي على 12، ها هي بي على 12، هنا كاينه ناقص ندير انا زائد 5 بي على 12 صحيح، وغتولي هي كوسينوس بي زائد 5 بي على 12، نفس المقام حافظت عليه، هي كوس كوسينوس بي زائد 5 بي 6 بي على 12 تساوي كوسينوس 6 بي. 12 هي شحال؟ 2 في 6، اختزل 6 مع 6 كوس بي على 2 صافي، وكوسينوس بي سير 2 يساوي 0، كوس بي على 2 يساوي 0. غير للاشاره كوس بي على 2 حتى هو راه كاين في الجدول، ها هي كوس بي على 2 شحال هنا كاينه؟ 0. بقى عقل نتا على كوسينوس ديال بي على 2، دير هذه قيدها عندك، كوسينوس بي على 2 دائما 0. السؤال الثاني قال لي استنتج ان كوس بي على 12 كوس 5 بي على 12 يساوي سينوس بي على 12 سينوس 5 بي على 12 تساوي 1 على 4. غنشوفو هنا، هما في الكتاب راه دايرين واحد الميثود، ما عرفتش واش نديرها لكم واش غتكون واضحه كلاغ ولا واخا، ماشي مشكل، غنديرو ليها طريقه ديالنا. قال لي بينهم انهم تساويو 1 على 4. باش نحط لك الفكره، شوف لاحظ معايا، هنا كاينه كوس بي على 12، غنعاود نكتبهم هنا ماشي مشكل، كوس بي على 12 كوس
خمسة بي على 12، غير باش تبان لكم ساهلة نتوما كاع، زائد سينوس بي على 12 سينوس خمسة بي على 12، وعندنا كوس بي على 12 كوس خمسة بي على 12، هنا ناقص سينوس بي على 12 فوا سينوس بي على 12. لقينا في الاول هذه، لقينا في الاول تساوي واحد على جوج، وهذه لقينا تساوي صفر. باش تجيكم سهله، هاد كوس بي على 12 غنسميها ا، عوضت بأ، وهذه غنسميها بي، هذه هنا هي ا وهذه هنا هي بي. باش تجينا سهله، يعني ا هنا راه سي ايكيفالون، ندير ا زائد بي يساوي واحد على اثنان، و ا ناقص بي يساوي صفر. يكافئ ان ا زائد بي يساوي واحد على جوج، و ا يساوي ناقص بي، حول الطرف الاخر غتولي بي. غنسمي هذه المعادله واحد وهذه المعادله جوج، راه لقينا ا تساوي بي، ما تنساش الا لقينا ا تساوي بي يعني هذا يساوي هذا، ها وحده باينه. جمع لي هذا الطرف ا زائد بي مع ا ناقص بي، غتولي ا زائد بي زائد ا ناقص بي. جمعت المعادله واحد مع المعادله جوج تساوي واحد على جوج زائد صفر. كنجمعوا خوتي، كنجمعوا طرف بطرف، ا زائد بي مع ا ناقص بي. هنا غتمشي زائد بي مع ناقص بي، وغتبقى ا زائد ا، غنمشي معاك غير بشويه في الحساب، هي واحد على اثنان صافي، و ا زائد ا هي جوج ا تساوي واحد على اثنان، وانا باغي ا، اذا ا تساوي واحد على هاد اثنان اللي كاين هنا، كضرب في هاد جوج اللي كاين هنا، اذا ا يساوي واحد على اربعه، يعني هادشي كامل يساوي واحد على اربعه. وشوف معايا دابا، ديجا حنا عندنا ا يساوي بي، يعني ان ا يساوي بي يساوي واحد على اربعه. دابا تكتب لي معايا على هذا الشكل هذا، شكون هو ا؟ هو كوسينوس، اذا كوسينوس بي على 12 كوسينوس 5 بي على 12 يساوي سينوس بي على 12 سينوس 5 بي على 12 يساوي شحال قلنا تساوي؟ واحد على أربعة. عاودها راه ساهلة، غير غتعاودها المرة الأولى غتبان لك راه ساهلة. هذا هنا هو أ، وهذا هنا هو بي، يساوي واحد على أربعة صافي. حاولوا هاد الأمور تضبطوها. أنا نعطيكم غير رومارك بسيطة، كوسينوس بي على ثلاثة قلنا هي واحد على جوج، كوسينوس بي على ثلاثة هي واحد على جوج، جمع واحد مع جوج تعطيك ثلاثة. كوسينوس بي على أربعة هو جذر مربع اثنان على اثنان، ضرب جوج في جوج تعطيك ربعة، هنا قلنا جمع واحد مع جوج تعطيك ثلاثة. كوسينوس بي على ستة، بي على ستة غتجي من ثلاثة في جوج، هي جذر مربع ثلاثة على جوج، ضرب ثلاثة في جوج تعطيك ستة. أجي نهضرو على السينوس، سينوس بي على ثلاثة، كوسينوس لا سينوس، سينوس بي على أربعة، كوسينوس أعوذ بالله من الشيطان، سينوس بي على ستة يساوي هادو بثلاثة. شوف ها هذا تيتقلب مع هذا، إلا كانت كوس بي على ثلاثة هي واحد على جوج، السينيس راه هي جذر ثلاثة على جوج، وجذر اثنان على اثنان راه ما كتغيرش، راه كوس بي على ربعة هو السينيس بي على ربعة، راه هو جذر اثنان على اثنان. في هذا القياس بالضبط ديال بي على ربعة راه هما متساويين، هذا ما تبقاش تدوخ فيه، ما تبقاش تنسى عليه. كوس بي على ربعة يساوي سينيس بي على ربعة، وبجوج بهم يساوي جذر مربع اثنان على اثنان، يساويان جذر مربع اثنان على اثنان، هذه ما تبقاش تنساها. كوس بي على 4 وسينيس بي على 4 راه بجوج بهم هي جذر اثنان على اثنان.
في واحد على جوج وجدر ثلاثة على جوج غير كيتقالبوا، هنا غتكون واحد على جوج. انا قلت لك تيتقلب، هذا تيجي هنا والاخر تيمشي لهنا. هما كيتقلب الواحد واحد على جوج مع جدر ثلاثة على جوج. هادو غير خليهم كيعاونوك شويه في لي كالكول باش كتقدر تمشي فيهم مزيان. الوغ جيسبيغ ان هذا الفيديو هذا يكون واضح. موعدنا في الجزء القادم ان شاء الله اللي غادي يكون الجزء رقم 5، اللي غادي نحاول نقلب لكم توا على تمارين كذلك، لانني غادي انا دقه دقه غادي مع التمارين شويه بشويه. كنتمنى تكونوا استفدتوا. فوالا دونك غادي نبداو في التبسيط ابتداء من الفيديو رقم 5. غادي نبداو نقيسوا اشكال اخرى دابا، عاود نقيسوا اشكال اخرى. شكرا على التتبع ديالكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. والمتوكل يحييكم، تحياتي لكم وشكرا.